فرض القيود والإجراءات الوقائية للحد من تفشي وباء كورونا أجبر المزارعين في فنلندا على الاستعانة بأبناء بلدهم لقطف الثمار بالرغم من ارتفاع أجور العمالة. للمرة الأولى منذ 22 عاماً استعان مالك أكبر مزرعة للفراولة في فنلندا بمواطنين له لقطف هذه الثمار مع النقص الحاصل في اليد العاملة الأجنبية. aikaisemmin meillä on ollut ainoastaan ulkolaisia viimeisen 22 vuoden ajan, että nyt on tämän koronan takia poikkeustilanne ja emme saaneet riittävää määrää poimijoita Ukrainasta, niin alettiin rekrytoimaan heti koronan tullessa Suomeen suomalaisia työntekijöitä. واستعان كوفيستونين هذا العام استثنائيا ب 350 فنلنديا غالبيتهم من الطلاب للعمل، اما البقيه فهم عاطلون عن العمل بسبب ازمه كورونا. It's always hard. It's always hard to find a job. You need a good CV, you need a good recommendations and hopefully I got a lot of work at my CV. I got a full two-sided paper full of 10 years working history. I've been working a lot, but it's still hard to find a good job. وعند فرض القيود على السفر بسبب جائحة كورونا، أعربت الجمعيات الزراعية والحكومة عن خشيتها من حصول نقص كبير في اليد العاملة، وأطلقت حملات توظيف عدة رغم ارتفاع أجور العمالة المحلية.